برنامج التجمع السادس على قناة الصحة والجمال، كل يوم جمعة وحد الساعة 12 مساء من ريديو ستار اف ام. اي ولد وبنت بيبقوا حابين يظهروا في احسن صورة ويعيشوا على الموضة، سواء في اللبس او في الالوان. ولان مفيش جمال من غير صحة ومفيش صحة كويسة من غير رياضة، هنتكلم ونتمرن ونعرف اكتر ازاي تبقى صحتنا كويسة. هنناقش كل القضايا الاجتماعية اللي بتخص الراجل والست، وكمان هننزل الشارع ونعرف رأي الناس. وكمان معانا في مطبخنا في كل حلقة أكلة جديدة من بلد مختلف. هنجيب لكم كمان كل خبر جديد وكل ترند شاغل اهتمام الناس والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. هنتكلم عن جمالك ومظهرك وشكلك وازاي تظهري جميلة في أي مناسبة وفي كل مكان. برنامج التجمع السادس كل يوم جمعة وحد الساعة 12 مساء على قناة الصحة والجمال. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على قناة الصحة والجمال. هنكون معاكم النهاردة في حلقة جديدة من برنامجكم التجمع السادس. حلقتنا النهاردة مختلفة غير باقي الحلقات اللي احنا قدمناها، كانت معظم حلقاتنا بتتكلم عن حواء وآدم. النهاردة جايين لكم موضوع مختلف جدا وهو فرق الزمن. فرق الزمن في مصر، في حاجات كتير كانت موجودة زمان ومش موجودة دلوقتي. لما نيجي نتكلم عن فترة الأربعينات هنلاقي ان في حاجات فعلا كانت كويسة جدا موجودة زمان في الأسرة المصرية، في الشوارع، في اللبس، في العلاقات بين الناس. فعلا كانت موجوده حاجات حلوه قوي الناس فعلا بتفتقدها لحد دلوقتي. اهم حاجه بجد يا سمر اتكلمتي فيها دلوقتي اللبس، دي اكتر حاجه فارقه معايا. انا نفسي زمان يرجع بسبب اللبس، الفساتين. ليه دلوقتي البنات بقت زي الولاد، بقى كلهم يلبسوا زي بعض، كلهم يلبسوا بناطيل؟ ليه ما نرجعش تاني احنا نلبس فساتين وهم يلبسوا بدل؟ بتعيلي الموضوع صعب دلوقتي قوي يا نورهان، لان فعلا في بنات كتير ممكن لو لبست الفساتين ممكن يحصل لها مشاكل كتير، وانت عارفه المشاكل اللي بتحصل دلوقتي في الشوارع من الناس، تحرش او معاكسات او مضايقات. كان زمان موضوع المضايقات ده بيتهيألي ممكن يتعالج، بس كان ممكن الاخلاق فعلا كانت مختلفه، لان كان اي واحد يضايق واحده كان بيحصل له مشكله وكان بيتعاقب ويحلقوا له حلقه معينه عشان يبقى باين ان هو ده عمل غلطه زي دي. لا، هي يا ريت والله الزمن يرجع بينا ونقدر ان احنا نلبس الجياب الجميله اللي كانت بتتلبس والفساتين. ده كان ستايل اصلا كان حلو، كان البنت بنوته ماشيه في الشارع. حتى البنات الصغيرين دلوقتي ما بيعرفوش، بيتهيألي ما عادش في حتى بنات صغيرين بيلبسوا الفساتين دي، كتير قليل قوي. لا قليل قوي، حتى الاطفال برضو تحسيهم يعني سيستم معين، لبس معين هو ده اللي ينزلوا بيه. الفساتين دي بقت حاجه خلاص راحت عليها. هو دلوقتي بدا يرجع شويه الفساتين، بس الموضوع برضو صعب، مش هينفع. المجتمع هيبص للبنت اللي نازله فستان زي ده، هي غريبه، ايه اللي انت لابساه ده؟ شكلها غريب وسط الناس، وسط البنات التانيين. فعلا ان الغالبيه العظمى بناطيل. ايوه، طب ايه الاختلاف؟ يعني ايه الاختلاف زمان عن دلوقتي؟ ان احنا كنا يعني كانوا زمان بيلبسوا الفساتين والجياب والحاجات دي، وحاجات قصيره كمان. يعني ما بنقولش نلبس قصير، بس على الاقل نلبس فساتين تبين انوثه البنت. اختلاف ثقافه واختلاف مجتمع. زمان كان البنت هي بنت ومعروف ان هي بنت، لكن دلوقتي بيبقى في اختلاف، ممكن يكون عشان المضايقات اللي كانت بتتعرض لها، يمكن يجوز، او يمكن عشان بقى الموضوع ده عملي بالنسبه للمواصلات، او عملي بالنسبه للجامعه، او عملي في حاجات كتير بالنسبه لهم عن لبس الفساتين زمان. طب ما زمان برضو يا سمر كان في مواصلات، ده زمان كانوا بيركبوا عجل. كانت احلى موضوع حاجة العجل ده بصراحه كان حلو قوي. هي احلى حاجه زمان التجمع الاسري، احلى حاجه ان نكون كلنا قاعدين مع بعض. دلوقتي حتى في البيت ما تلاقيش عيله متجمعه. الترابط الاسري فعلا كان زمان اكتر كتير قوي من دلوقتي. زمان كنت تلاقي العيله متجمعين في بيت واحد، او تقريبا مثلا قدام شاشه التلفزيون بيتفرجوا على حاجه يعني معينه. يعني كان يبقى في الجد والجده مع الاب والام والاحفاد، او مثلا متجمعين في عماره واحده كلهم او قريبين من بعض. لكن دلوقتي تلاقي كل واحد قاعد في شقه لوحده مثلا، حتى الموبايل او حتى في شقه اوضته، حتى في البيت كل واحد قاعد لوحده، كل واحد عنده التلفزيون في اوضته بيتفرج لوحده برضه. ما بقيناش كلنا نتجمع على حاجه واحده او نتفرج على مسلسل واحد. دي اوحش حاجه. اللمه زمان كانت جميله، لكن دلوقتي بقى كله متفرج، بقى كل واحد ماسك موبايله قاعد بيسرش على النت، بيتفرج على اي حاجه على النت وخلاص، قاعد جوه في اوضته لوحده. دي بقت حاجه ممله اصلا. وللاسف دلوقتي ما عادش الاب والام بيعرفوا كل حاجه عن ولادهم، ما بيعرفوش حتى بيتفرجوا على ايه على الموبايل، بيشوفوا ايه، بيكلموا مين. قليل قوي ما تلاقي في ترابط اسري زي زمان. زمان كان الاب والام عارفين تقريبا كل حاجه عن ولادهم، عارفين اصحابهم وعائلات اصحابهم.
دلوقتي بيتهيألي لا دلوقتي بيكتشفوا ولاد يعني أيوة. يقعد مع ابنه مثلا اسبوع يعني الكورونا بجد يمكن قربتنا من بعض شويه خلتنا نعرف بعض اكتر. أيوة والله فعلا حقيقه دلوقتي الواحد مش عارف يربي ابنه اصلا ازاي ويربي بنته ازاي من كتر ما احنا ما بقيناش بنتجمع على طول مع بعض في البيت. ما بيشوفوش بعض اصلا ممكن تقعدي باسبوع انت مش شايفه باباكي ولا مامتك. لان الظروف الاقتصاديه ممكن تخلي الاب بيشتغل شغلانه واثنين او يتاخر جدا في شغله بيجي بالليل والام كمان بقت بتشتغل كمان ما بقاش فيه زمان ما كانش فيه اصلا ام يعني الام كانت بتقعد تربي ولادها الاكل تاخد بالهم منها بس دلوقتي لا الام كمان بقت تنزل تشتغل او حتى لو كانت حتى الام زمان بتشتغل كان ممكن بتيجي في ميعاد بدري او ميعاد معين حتى الاب كان بيجي بدري جدا كان بيبقى فيه وقت طويل طول اليوم يقعدوا مع بعض الاسره كلها تقعد تتجمع مع بعض ويعرفوا عن بعض كل حاجه. كانت برضو في نقطه برضو مهمه الاعلام والرقابه أيوة. على القنوات كانت محدوده دلوقتي تلاقي مليون قناه شغاله محدش عارف الواحد بقى بيقلب في الاول كانت كام قناه بس معينين وكان التلفزيون اصلا بيقفل الساعه 9 خلاص كله نايم وكله بيصحى بدري ننزل شغلنا ويرجعوا ونتغدى مع بعض كان في حاجات كتير بتجمعنا طبعا ده يرجعنا برضو لموضوع الثقافه والفن اللي كان موجود زمان فتره الاربعينات والخمسينات والستينات كان في كتاب كتير وكان فعلا مصر كانت غنيه بالفتره دي في الثقافه في المسرح والادب والفنون عموما كان في بجد ناس كتير قوي كويسين في الكتاب في المسرح والسينما والغنى يعني كان في عندنا رموز قويه جدا زي ام كلثوم وعبد الحليم وفي الفن كان في ناس كتير وكتاب زي نجيب محفوظ وعباس العقاد الفن زمان كان حاجه راقيه بتتفرجي على حاجه راقيه فعلا بجد سواء بقى من اغاني افلام مسلسلات وتحسي ان الحاجه برده محدوده مش مثلا زي رمضان دلوقتي تلاقي 300 مسلسل يعني معروض لكن زمان لا هو ممكن 2 3 10 بالكتير وفعلا تحسي ان هم بيناقشوا قضايا مهمه في المجتمع وبيحترموا عقليه المشاهد وبيحترموا فعلا الاسره المصريه لانهم بيجيبوا مشاكل من داخل الاسره المصريه. دلوقتي في حاجات كتير بتبقى موجوده في المسلسلات او الافلام اوقات كتير بلاقيها مش موجوده في المجتمع بتاعنا او غريبه علينا. ايوه صح هي بصي هو فرق كبير قوي ما بين زمان ودلوقتي يا ريت فعلا الزمن يرجع بينا لورا ياريت. هيبقى في حاجات كتير قوي لا ولعلمك برده كانت زمان الشوارع كانت هاديه والعربيات قليله قوي مفيش عربيات يعتبر كله عجل وكام عربيه الواحد ده ماشي شايف المحلات شايف الناس دلوقتي لا الدنيا بقت زحمه الناس كانت قليله فالعربيات كانت قليله والمواصلات فعلا كانت قليله فتلاقي الشوارع هاديه ورايقه ونظيفه ومفيش تلوث اهم حاجه موضوع النظافه طراز العماير كان بسيط كلها موحده الشكل كله شكل واحد كده تحس ان انت ماشيه مرتاحه ايوه فعلا لان كان العدد قليل وكانت العماير او المباني بتتبني على قد الناس اللي موجوده لكن دلوقتي الناس بقت كتير قوي خصوصا في القاهره بقت زحمه رهيبه زحمة في كل جداً. مكان بالظبط ده بقى راينا عايزين نروح نشوف راي الناس في الشارع مع زميلتنا فاطمه صباح الخير على كل مشاهدينا وصباح الخير على كل زمايلي في الاستوديو ليه دايما كانوا بيقولوا ان زمان احسن من دلوقتي ده اللي هنعرفه النهارده في تقريرنا ليه بيقولوا دايما قول للزمان ارجع يا زمان على ان دلوقتي اصلا مش زي زمان يعني حاجات كتير اختلفت من حيث ايه اللي اختلف من كل حاجه بقى يعني العموم يعني في الشباب دلوقتي اختلف كتير عن زمان اخلاق برضو اختلفت كتير عن زمان زمان كنت بتخرجي برضو انك مطمنه وخارجه بالليل في اي وقت عادي لكن دلوقتي ما ينفعش تعملي كده تبقي واخده بالك جدا وانت ماشيه غير زمان كنت ماشيه عادي براحتك اصل انت كده في امان لكن دلوقتي ما فيش الحاجات دي خالص عشان الزمن يعني القديم ده احلى بكتير طبعا من اللي احنا فيه دلوقتي طب لو الزمن رجع بينا تحبي ايه اللي يفضل مستمر معانا لحد دلوقتي بابا وماما وكل حاجه حلوه قديمه الخير اللي كان في الدنيا الاسعار مش كده واخواتي ما يكونوش اتجوزوا يفضلوا معايا علشان بنعيش لحظات حلوه يعني كتير وبيبقى في حاجات يعني بنتمنى ان احنا نرجعها تاني طب انت لو رجع بيكي الزمن لايام زمان تحبي ايه اللي يفضل مستمر معانا لحد دلوقتي يعني مثلا انا عشان انا يعني بغني وكده بحب الغنى القديم فبحب الفن القديم جدا وبحب الافلام القديمه وبحب اي حاجه قديمه بحبها يبات الليل يبات سهران على رمشي هو انا رمشي مدى النوم وهو عيونه تشبع نور وانا رمشي مدى النوم
نوم وهو عيونه تشبع نوم روح روح يا نوم من عين حبيبي روح يا نوم. بحب الغنى عامة وكده بس. طب لو رجع بك الزمن كنت تحب تغني مع مين؟ أنا بحب نجاة جدا وبحب أم كلثوم جدا جدا جدا، بس أنا عشان أنا يعني مقربة لنجاة أكتر، يعني حتى الأغاني بتاعتها مقربة ليها، فأنا بحبها كان نفسي طبعا أن أنا أغني معاها. طيب شايفة أن دلوقتي طريقة التواصل أثرت على معرفتنا ببعض دلوقتي عن زمان؟ لا، طريقة التواصل ما فيش أكتر منها دلوقتي، بس يعني بتبقى عبارة عن سوشيال ميديا بس. برنامج التجمع السادس على قناة الصحة والجمال كل يوم جمعة وحد الساعة 12 مساء من راديو ستار اف ام. اي ولد وبنت بيبقوا حابين يظهروا في احسن صوره ويعيشوا على الموضه سواء في اللبس او في الالوان، ولان مفيش جمال من غير صحه ومفيش صحه كويسه من غير رياضه، هنتكلم ونتمرن ونعرف اكتر ازاي تبقى صحتها كويسه. هنناقش كل القضايا الاجتماعيه اللي بتخص الراجل والست، وكمان هننزل الشارع ونعرف راي الناس، وكمان معانا في مطبخنا في كل حلقه اكله جديده من بلد مختلف. هنجيب لكم كمان كل خبر جديد وكل ترند شاغل اهتمام الناس والناس بتتكلم عنه على السوشيال ميديا. هنتكلم عن جمالك ومظهرك وشكلك وازاي تظهري جميلة في أي مناسبة وفي كل مكان. برنامج التجمع السادس كل يوم جمعة وحد الساعة 12 مساء على قناة الصحة والجمال. ورجعنا لكم تاني ومكملين معاكم في نفس فقرتنا. وانا الصراحه لو رجع بيا الزمن هختار ان انا ارجع بالفساتين وارجع بالرسائل، وانا اتمنى ان انا لمه البيت في العيله دي لمه العيله في البيت دي ترجع زي زمان بجد. انا نفسي الاخلاق ترجع كويسه زي زمان واحترام الراجل للست زي زمان، لان زمان فعلا كان الراجل بيحترم الست وبيخليها تاج فوق راسه سواء في البيت او في الشارع. كل واحد مننا نفسه اي حاجه ترجع بيه لزمان، او من الواضح كمان في التقرير ان الناس معظمهم نفسهم الزمان يرجع بينا. المصريين كلهم عندهم نوستالجيا جامده جدا. بس ايه رايك في البنت اللي غنت؟ لا صوتها حلو قوي، وخصوصا اغنيه نجاة دي، لان نجاة فعلا اغانيها كلها حلوه قوي. الزمن الفن الجميل ده هو بجد كل حاجه زمان كانت حلوه، سواء عادات وتقاليد واحترام الراجل للست والبيت ولمه عيلتنا وكل حاجه كانت حلوه. وبكده تبقى خلصت فقرتنا معاكم، ومكملين معاكم فقره ثانيه مع زمايلنا. ورجعنا لكم مرة تانية بعد فقرة الأولى، هنكمل مع حضراتكم موضوع حلقة النهاردة، الموضوع عن فرق ما بين زمان ودلوقتي. حسينا شوية أنه زمايلنا في الفقرة الأولانية كانوا معجبين جدا بكل حاجة زمان، وحاسين بروح نوستالجيا كده، فكرونا بحاجات كتير كانت كويسة زمان، بس احنا كمان حاسين انه في ايجابيات كتير ومميزات للزمن دلوقتي. اكيد طبعا، احنا دلوقتي بقينا في عصر التطور فيه كبير جدا، واكبر مثال على ده التطور في المجال الطبي. يعني دلوقتي في ازمه كورونا دلوقتي بقى في ابلكيشن الصيدليه حقيقي. الدكاتره بتيجي عن طريق الابلكيشن، تقدر تتواصل من غير ما تختلط، فالتطور افادنا كتير. وبعد ظهور التكنولوجيا كمان بقى في تطور كتير في مجالات كتير في الحياه. يعني مثلا اللي بيسافر وبيتغرب عن اهله، ده الاول كان بيبعت لهم جوابات بريد وكل فين وفين لما بيردوا، دلوقتي بقى ممكن يكلمهم صوت وصوره، فالحياه بقت اسهل واريح وبقت عامله زي قاره صغيره، التواصل بقى الناس اسهل بكتير. صحيح، ده خلاص بقى عالم مفتوح، ودلوقتي ما بقاش في قصه انه ابقى قاعد مش عارف انا الناس اللي مسافرين بره ومتغربين بره هما دلوقتي اوضاعهم ايه وحالتهم ايه. انا طول الوقت دلوقتي لايف مع الناس، بقدر اشوفهم واتكلم معاهم واتواصل معاهم. الوصول كمان للمعلومات اصبح بقى اسهل بكتير. أصبح جدا أسهل بكتير. كمان في الثقافات، يعني احنا كنا زمان عشان نكتسب مثلا ثقافه جديده او لغات كنا بنروح البلد ذات نفسها، وكان ده في حد ذاته زمان كان صعب، لكن دلوقتي احنا ممكن نتعلم واحنا في البيت عادي. بنكتسب ثقافات جديده وبنتعرف على ناس جديده وانت قاعد في مكانك. يعني كمان رنيم قالت نقطة كويسة جدا، احنا فعلا لو كنا في زمن كورونا ما عندناش الاونلاين والتكنولوجي اللي تخلينا فعلا قادرين نقعد في البيت نتعلم
ونشتغل ونكمل الحياة. كان زمان اللوك داون اللي حصل أو التوقف الكامل اللي كان هيحصل كان فعلا هيبقى كارثة اقتصادية رهيبة. بالضبط يا مهاب. يعني فترة الكورونا أصبحنا نحن بنشوف ناس كتير جدا بيشتغلوا أونلاين، الأعمال اليدوية بدأت تظهر والتسويق بقى ليها عن طريق برضو الإنترنت، فالتطور في حد ذاته حلو، قدر يوصلنا لحاجات تانية، قدر يخلينا برضو كيان. كمان من التطور اللي عمله دلوقتي تطور في الفن والسينما، يعني دلوقتي زمان كانوا بيصوروا بكاميرات رقمية، فكان في مشاهد ما بتتصورش بالتقنية اللي بتتصور بيها دلوقتي. يعني فعلا حتى كمان بالرغم ان احنا دايما بنستشهد انه زمان كان هو اسمه زمن الفن الجميل، دلوقتي في حاجات كتير بتحصل في الفن كويسة جدا، منها كمان الغنى، لانه انا كمان لاحظت في التقرير اللي تعرض في الفقرة الاولانية انه فاطمة يعني خلت حد يغني غنى قديم. الغنى القديم ده فعلا حلو جدا وكويس جدا، بس برضو فيه غنى جديد وحديث بيكون حلو جدا. عصرنا بيتطور ففي حاجات كتير جدا بتتطور فيه، بيدخل عليه الوان جديده للميوزك، ما بقاش بس في الكلاسيك، بقى في مثلا الراب والبوب، في حاجات كتير جدا. طب طالما بقى طلعت كده سمعينا حاجه بقى، يبقى سمعينا حاجه يا فاطمه من الحاجات الجديده دي. نسمع بقى حاجه بس تكون حديثه بقى عشان نعرفهم انه برضو يعني الاغاني دلوقتي كويس. طب انا بحب اغنيه الليل واخره يا شمس يا منوره غيبي. اوكي يلا بينا. يلا بينا. يا شمس يا منوره غيبي وكفايه ضيك يا حبيبي، يا شمس يا منوره غيبي وكفايه ضيك يا حبيبي، وودي يا ليالي وجيبي ولا لاقي زيك يا حبيبي، عمرك يا دنيا ما تخلي بي طول ما هو ساكن في قلبي، عشقه ودفي دبديبي معشوقي هو ونصيبي حبيبي. لو علينا لو علينا نخليك تغني الفقره كلها. بصراحه فعلا مش مشكله. خلونا كمان نشوف تعليقات الناس من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بينا قالوا ايه عن موضوع حلقه النهارده. كان في تفاعل جميل جدا. بحقيقي. يعني معانا تعليق من امل بتقول ان كل زمن ليه الجمال اللي بيميزه، ويمكن اكبر مثال على ده ان في جيلنا الحالي اصبح الابناء بيتمتعوا بحاجات مختلفه تماما عن الجيل اللي سابق، لكن الحاجه اللي يمكن افتقدوها عن الجيل زمان التمسك بالاخلاق والمبادئ. وكمان كان ندى سيد ليها تعليق بيقول انه زمان طبعا احلى، ولو رجع زمان نفسي يكون الشياكه والذوق ترجع معاه تاني، حتى الناس البسيطه اللي كان دخلها محدود، ودي نقطه فعلا كانت مهمه جدا، بالرغم ان كان دخلهم محدود كانوا بيهتموا بمظهرهم وبشياكتهم وبالذوق العام. وحنان احمد كمان بتقول زمان كانت كل حاجه احلى وابسط الحاجات كانت بتسعدنا، والناس كانت اخلاقها مختلفه تماما، دلوقتي معظمنا عايش في توتر وضغط نفسي واقتصادي. ده حقيقي. ده اكيد. كمان في ايه بتتكلم في نقطه مهمه، ايه صلاح بتقول انه كفايه ان الدنيا كانت انضف والشوارع والناس كانوا في احترام، والنت والموبايل سرق الناس من بعض. يعني فعلا في ميزه برضو زمان يا جماعه انه التواصل الاجتماعي ما بين الناس كان شكله فعلا اصدق وبشكل مباشر، كان بيبين لك قد ايه ان الشخص اللي بيحاول يتواصل معاك مهتم فعلا، بيبذل مجهود عشان يوصل للاخرين. بس انا شايفه ان الاغلب عايزين زمان يرجع، يعني محدش شايف مميزات دلوقتي. هو اي نعم الزمن ده سلاح ذو حدين، بس في مميزات يعني ما كانتش موجوده زمان. لكن اللي بيرد اسمحي لي يا فاطمه بس اللي بيرد على سؤال رنيم، كان في كومنت باسم هدى صلاح الدين كانت بتقول نفسي زمان يرجع بهدوءه واخلاقه، لان الناس كمان اصبحوا مضغوطين. فعلا الضغط اللي اصبح موجود دلوقتي في ظل ضغوط الحياه، سرعه رتم الحياه، الحاجات دي خلت الناس فعلا عندها الحنين الى الماضي، عايزين يرجعوا يهدوا تاني. اكيد ده. لكن بصوا يعني الموضوع في الاختلاف حاليا، لازم احنا مبادئنا وحتى افلامنا والموسيقى كلها بتتغير بنواكب العصر، فلازم ان احنا نحاول نمشي معاه. زي ما ده ليه ايجابيات اكيد زمان كان ليها ايجابيات، لكن دايما خلينا باصين للتطور،
للتطورات اللي احنا وصلنا لها، للحاجات الجديدة اللي احنا اكتشفناها. ده اكيد. وكمان فكرة انه التطور ممكن يكون بيلغي معاه حاجات كتير كانت موجودة زمان كانت كويسة وما بقتش موجودة، انا الحقيقة ضد الفكرة دي شوية. انه لو احنا عندنا اصول وثوابت واحنا متمسكين بالحاجات الكويسة اللي احنا كنا مستمتعين بها زمان، التطور والتكنولوجيا عمرها ما هتكون بتلغيه. احنا ممكن نقدر نرجع ممكن تاني. تكون وسيلة اصلا ان احنا نطورها كمان ونوصلها لناس تانيين يستفيدوا بيها ويقدروا ان هم ينفذوها برضو. ده اكيد. في كمان كومنت لناس كانوا بيعلقوا على موضوع الحلقة النهاردة، بيقولوا أبناء هذا الزمن يتمتعوا بالكثير من رفاهيات لم يتمتع بها أبناء الجيل. فعلا على فكرة دي فكرة كانت حلوة برضو. احنا بنستلم نهاية الكوكب يا جماعة والله. طريقة لعب الأطفال، يعني الأطفال زمان لما كانوا بينزلوا يلعبوا الشارع وبيلعبوا طول الوقت بقوا على الآيباد بالزمن ده، معادش فيه الألعاب دي، ما بقاش فيه بودي أكتيفيتيز أو ما بقاش فيه نشاط بيخلي الطفل هو بيلعب ألعاب هو اللي بيكتشف بيها بنفسه. هو قاعد متلقي بيجيله الآيباد ويقعد يتفرج على فيديوز أو يلعب فيديو جيمز، ما بيبقاش بس خليني برضو يعني حاجة بسيطة. هو الطفل بقى مفتقد ان هو ينزل ويلعب مع اصحابه او ان هو يعمل صداقات جديدة، لكن برضو في اطفال دلوقتي من كتر ما هما بيستخدموا الاجهزة الالكترونية اصبحوا فاهمين فيها جدا. ممكن نلاقي دلوقتي طفل صغير ممكن يبرمج، ما فيهاش مشكلة. برضو ادت جانب ايجابي، احنا برضو ممكن نبص للجانب الايجابي، بتنمي ذكائهم في حاجات كتير في الزمن ده ممكن الاطفال يعملوها تنمي من ذكائهم، فده تطور برضو يعني كانش موجود قبل كده. من الحاجات برضو اللي كانت موجودة دلوقتي في الزمن الحالي ومفيدة جدا فكرة الفاسيلتيز او التسهيلات اللي بقت موجودة في الحياة. مثلا التكييفات، احنا الوضع كان هيبقى ازاي في المستشفيات هنسيح. في الاماكن العامة، الحاجات اللي فعلا بندخل نلاقي الاتموسفير العام فعلا ممكن يكون مشدود ومضغوط والناس بتواجه صعوبة في التنفس في ظل عدم وجودها دلوقتي. وكمان التعاملات الحكومية دلوقتي اصبحت بقى ليها ابليكيشنز كتير جدا نقدر نتواصل بيها بدل ما نكون في الزحمة او بدل ما نختلط مع ناس، وكمان خاصة في الفترة اللي احنا فيها دي. تمام. يعني احنا فعلا هنفضل ما بين حيرة ما بين زمان ودلوقتي، صراع وهنفضل ده هيفضل صراع. كل واحد ممكن يحن لزمان، وفي ناس بتبقى حابة جدا التكنولوجيا الحديثة ودلوقتي. انا بشكر لحضرتكم متابعتكم لحلقة النهاردة ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامج التجمع السادس. ان شاء الله.